اي حاجه، اي هدف في بالك انت ممكن توصل له اذا تعلمت الوسائل، اذا تعلمت المعلومات، اذا تعلمت المهارات اللي ممكن توصلك لهذا الهدف. انا يمكن حاجه شخصيه سبب والدافع اللي خلاني ابدا في برنامج التعلم الخارق سببين. السبب الاول سبب شخصي، والسبب الثاني لما سافرت وعشت في بلاد برا شويه ودرست في الخارج. يعني انا اسالكم سؤال، كم ساعه الطالب بيقضي في المدرسه في اليوم؟ يعني 6 ساعات 7 ساعات مثلا. وكم ساعه بيذاكر في البيت؟ يعني متوسط بين الشاطر وبين الخيبان، يعني نقول في اليوم 10 ساعات اللي هو مدرسة ودراسة، 10 ساعات في اليوم. كم يوم في الأسبوع؟ 5 أيام مثلا، يعني 50 ساعة في الأسبوع. حنشيل الخميس والجمعة ولا الجمعة والسبت لأنه محدش بيذاكر، يعني ما بيذاكروش إلا طول الأيام. فخمسين ساعة في الأسبوع، 4 أسابيع في الشهر، يعني كم ساعة؟ 200. 9 شهور في السنة 1800. من أول ما يدخل المدرسة لحد ما يتخرج من الجامعة حيطلع لك عدد مهول، آلاف الساعات بيدرس ولا ساعة واحدة كيف يدرس؟ إزاي أذاكر؟ أو ليس هذا من الخلل؟ ذاكر يا ولد، ذاكر يا بنت، طب أذاكر إزاي؟ محدش علمنا. أنا يمكن لما سافرت برا وشفت إنه الأطفال الصغار وفي المدارس بيعلموهم إزاي تقرأ القراءة السريعة، بيعلمهم كورسات في القراءة السريعة، إزاي مثلا إنك أنت تعمل عملية تلخيص، كيف تستعد للامتحانات، موضوع التذكر، وبيدرسوهم هي، بيعلموهم كيف تتعلم، لأنه بيقول لك أطعمني سمكة فقد أطعمتني مرة، علمني كيف أصطاد فقد أطعمتني طول عمري. فما يبغوا إنه كل مرة يفضل يجيب له دروس خصوصية ومدرسين وناس تعلمه، لا، إنه يمتلك هو المهارة إنه يقدر إنه يتعلم. فكان هذا سبب قلت ليش الحاجات دي موجودة في الغرب ومش موجودة عندنا، فأخذت يعني زي ما يقولوا على عاتقي وقررت إنه أنا أنقل المعلومات هذه عندنا هنا، فبدأت أقدم هذه الدورات.